عندك زغليل من عمر يوم، الأهالي ماتوا أو سابوهم وطارهم أو أصابهم أي مرض مش عارفين يأكلوهم، وما عندكش حمام تاني تحضن تحته الزغليل. طبعا لو حضنتهم تحت حمام تاني أحسن، لكن لو ما فيش هتعمل إيه؟ هتضطر تأكلهم. أهو المبسم السيليكون اللي إحنا بنستخدمه للزغليل من عمر يوم، وبنستخدمه مع سرنجة من 1 سنتي حتى 20 سنتي، تنفع تتركب على كل ده المبسم السيليكون. طيب هو بقى الفيديو بتاع النهاردة علشان ايه؟ الناس اللي مش لاقية المبسم السيليكون في بلدها، انا لقيت لك الحل. هتلاقي جنب بيتك عجلاتي او اي حد بيبيع قطع غيار العجل، دي اسمها جلدة بلف. بص منه حتة زي كده بالظبط، بص لها كده طرية ازاي، زيها زي المبسم السيليكون بالظبط. هنقص حتة نفس طول المبسم السيليكون، هي طولها كله كده حوالي 5 سنتي زي ما انا قصتها كده وركبتها هنا. بس هي عيبها ايه؟ ان هي صعبة شوية انها تركب في السن. عليها نقطة زيت وركبها هتركب معانا. الميكس اهو اللي احنا بنستخدمه الموجود عندي هنا في دمياط ما شاء الله، بنحط منه معلقة على 3 معالق مية سهلة، وهتزغط بها الزغاليل اللي هي من عمر يوم. افتح بس خد بالك عشان ما تموتش الزغلول. اهو نشوف دخلت كلها اهي، ونديه ما نكترش عليه حوالي سنتي بالكفاية. طبعا هو الاهالي مزغطينهم بسم الله ما شاء الله، واكل وبقى تمام بسم الله ما شاء الله. لو عايز تفضيها في كوبايه يكون اسهل. فضناها، نزل الصفار والبياض. انا معايا خل عادي النهارده، ما عنديش خل التفاح، ممكن تحط برضو عادي خل عادي ما فيش مشكله. ربع سنتي ليه يا جماعه خل التفاح او الخل؟ ليه الخل؟ عشان لو البيضه فيها بكتيريا، انت طبعا كنت محضن البيضه، لو البيضه فيها بكتيريا ما يجيبش الامراض للزغلول، ده هتنقذ بهم اي زغلول. فبعد كده ما ترميش البيض خالص. اهو شوف لما قلبناهم اصبحهم بالشكل ده، ومعانا اهو الزغلول. هناتي الزغلول انا اشتريت الزغاطة دي اللي هي بتستخدم في الاكل الخشن، لكن انا هوريكم كنا بنعمل ازاي زمان. ده فول، لو عايز تزغط فول يعني بالطريقة دي بنفتح. لو حمام كبير كنا بنعمل كده، الحمام الكبير اهو بنضغطها بتاكل يدوي بالشكل ده تمام كده، او بنجيب ذرة. طبعا ليه انا بستخدم في الطاجن؟ علشان اللي يقع في الطاجن اكله تاني، او الذرة طبيعي ذرة الحمام، ونعمل كده اهو بتاكل اللي يقع في الطاجن ونجيبه تاني. دي اسهل طريقة تعمل بيها حضرتك اهو، ومش هتوقع ولا حباية. اللي يقع في حاجة كده، اناء، اي اناء يعني، مش لازم الطاجن ده، بالشكل ده. وطبعا دلوقتي بنسقي بالسرنجة دي، بنسقي بالسرنجة دي، لكن انا هوري لك كنا بنسقي زمان ازاي. معايا ازازة الماء اللي انا بشرب منها مثلا، وبنملى سقناها كده بالمنظر ده. لكن طبعا زي ما قلت لحضرتك ده الطرق بتاعت زمان اللي كنا بنعمل بيها زمان. الازازه دي بيركب عليها اكتر من سن. ما هو ركب كل واحده فيها مقاس، هنشيل الجزء ده لحد ما ايه المقاس يجي. احاول اصغر الحبوب دي. سرنجة 5 سنتي، هي كبيرة اهو. نفتح كده ونعدي كده، نزلت اهو، وانت بتقلب تروح قالب كده بينزل اهو الذرة ده فرد مروش مش بيعرف ياكل. دي طريقة سهلة جدا اهي، بس السرنجة دي 5 سنتي يا جماعة. احنا اشترينا دي، وهنرفع الزغاطة لفوق، نكفي كده تمام، حلقها وندفع في الداخل كده. بقى فيه زي ده كل الناس عارفينه، اللي هو بيدخل كده وتقوم قافل على الجزء ده. انا ركبتها اهو، ربطت تقفيز في المنطقة دي، خليه برضو الاعلى
وندفع مرة واحدة. كلنا عارفين الفول المدشوش اللي بنستخدمه في الطعمية، تمام، بنبله عشان يبقى زي ده ويبقى سهل بعد كده يتطحن. فبتطحنه بأنعم حاجة مرة واتنين، ممكن لو عندك مفرمة لحمة أو كبة، وممكن بعد كده تحطه في الخلاط لو هو منعومش معاك قوي، وتحط ضيف عليه شوية مية وتضربه في الخلاط كأنك بتعمل عصير. احنا عايزينه بمية، انا ليه؟ لاني لسه هزوده مية. هنحط كمية، حطيت المية الدافية خلاص، ونبدأ التقليب. لازم تقلبها كويس طبعا عشان تاخد المية والميكس بتاعنا اللي هو ميكس الفول، الفول اللي اسمه فول مدشوش يا جماعة. اللي مش عارف يعني ايه الفول المدشوش، اللي هو الفول ده، الفول برضو بتاع الحمام اللي احنا الطبيعي، او فول التدميس بعد ما نقشره. بعد ما يتقشر بنعمله كده، يبقى هو الفول المدشوش ده. طبعا سرنجة التأكيل اللي بنستخدمها دي ممكن تتقل من حضرتك، فهتجيب شوية زيت طبيخ في اي قطارة، وكل مرة لو حسيت ان هي تقيلة ادي نقطة في كل ناحية كده. اهي مشت، شوف ازاي بقت مشت، ازاي بقت سهلة. سحبناها، تمام، هو تلاقيها عامل رغاوي كده من البصل والثوم. اما تلاقيها عامله رغاوي كده اعرف ان ده البصل والثوم هو اللي عمل الرغاوي دي. حبه، فانا بقى ايه، هنديله من الميكس بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله. نسحب برضه، بنقلب في كل مره ونسحب للزغلول الثاني. بسم الله ما شاء الله، اتسحبت تمام. فاللي قال لي ما بتسحبش في السرنجه بتاع العلف اهو، شوف كده، ده واحد جدا، ده اللي ينفع للزغاليل الصغيره. هنقول مثلا على حسب ما انت محتاج انت هتعمل. جيب ميه دافية وتضيف وتقل اهو بالشكل ده، خليها خفة كده. كل ما تكون خفيفة كل ما تكون سهلة في الهضم عند الحمام. او 60 سنتي بتلاقيها في الصيدلية بشري بحوالي 5 جنيه تقريبا تمنها، ولو لقيتها 60 هتلاقيها ب6 جنيه. ودي سرنجة 20 سنتي، مش مشكلة هي كام سنتي او 3 سنتي او اللي تلاقيه، المهم المبسم السيليكون اللي بيتركب عليها ده. ليه المبسم السيليكون ده؟ اللي قلتها في فيديوهات كتير، علشان الزغاليل اللي هي من عمر يوم. شوف لو عندك من عمر يوم هتشتغل، وبتعدي الميكس بتاعنا. زغاليلنا من انتاجنا اللي خدوا مننا الزغاليل كده، يدعوا لي ان شاء الله. اول حاجة هنعملها كوباية علف، علف الفراخ، علف الدجاج، علف التسمين، علف 23%، او علف السمان اللي هو البادي، انعم حاجه، ارفع حاجه، الحبايه الرفيعه اللي زي كده. هحط كوبايه منها او الكميه اللي انت هتحتاجها. هحط كوبايه كده زيها، يعني 3 كوبايات ميه اهو. ده واحد، اتنين، تلاته. هنسيبهم على بال ما يتخمروا من 15 الى 20 دقيقه. العلف مش اي سرنجه تنفع معاه، دي زيها بالظبط، بس دي ما تنفعش. دي 50 سنتي ودي 50 سنتي. شوف دي اللي معاها سن، ده معاها سن للحقن، دي اللي مش بتنفع للعلف. طالما بالسن معاها كده سن، تعرف ان اللي بالسن دي مش هتعدي منها العلف مهما خمرته ومهما حتى ضربته في الخلاط. دي اسمها سرنجة قسطرة، تقريبا السعر واحد. شوف اول حاجة ده السن ده كبير، مش محتاجة خرطوم ومش محتاجة حاجة غير كده. شوف حضرتك ازاي فتحة السرنجة دي وسع ايه. هنشوف السن التاني، الحقنة التانية، السرنجة التانية. يا جماعة شفت الفرق بين دي وبين دي بالشكل اللي احنا شايفينه ده؟ يبقى ان هي اللي هتنفع الصح اللي هي دي اللي هي صح، دي غلط. اللي اليمين دي الغلط، اللي هي معاها سن ما تنفعش. نوعية العلف لازم تكون النوع ده الرفيعة، الحباية الرفيعة دي، اللي هي علف بادي اللي بيجي للكتاكيت وهي لسه صغيرة، او للسمان اللي لسه من عمر يوم، وتخمرها لمدة 15 ل 20 دقيقة. برضو لو ما خمرتهاش الموضوع هيفشل منك. انا ايه اللي خلاني عملت الفيديو ده تاني؟ انا عملت الفيديو ده اكتر من مره لاني لقيت قنوات اللي هي لسه ما تعرفش يعني ايه التاكيل بالسرنجه دي، جابوا سرنجه حقن زي دي وقصهم. طبعا هي سرنجات الحقن دي انواع، في منها السن ده طويل بتاعها بس رفيع برضه، قص منه علشان يقطع الحته الضيقه ويوسعه. لا انا بقول لك هي دي جاهزه، ما انتش هتقطع منها حاجه، وفي نفس الوقت الطول بتاعها ده انت هتحتاجه عشان تدخله في بق الزغلول. شفناها دلوقتي بعد ما اتخمرت شربت الميه ازاي، اتخمرت اهو تمام. هنسحب منها اهو، بتسحب زي الفل اهو.
هي بتاخد حوالي 60 سنتي اهو. طبعا الزغليل دي للذبح بس يا جماعة، مش للتربية. لو انت هتسمن وتأكل علف يبقى للذبح بس، بعد عمر اسبوعين مش هينفع العلف ده، يبقى تقيل. يستفضل ان انت مش اقل من 10 ايام الا اسبوعين. لو 10 ايام لو نمو زغلول كويس، لكن لو زغلول قليل من 10 ايام لا، اسبوعين كده زي ده كده، وابدأ اكله في الاحجام دي كده يبدأ يستحمل العلف. ارجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، لو لسه ما اشتركتش فعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.